أنا ماني مستغرب اللي صار اليوم، أنا من أول يوم من أول ما بدأت المحنة بسوريا قلت إذا بده يجينا نحن هذا بده يجينا من هؤلاء من هؤلاء الحزبيين الساقطين، عارف كيف؟ الناس اللي فايتة بمتاهات وعايشين بمتاهات وبدهم يعيشونا بمتاهات. في أحسن من هالكلمة لحد السابق. أنا نقول لكم شغلة، نحن وأنتم واعيين، أنتم عيون لإلنا. أنا الأخبار عم تجينا منكم كثرة، أنتم بتعرفوا قبل يومين كان في أحد الناس كان في عندنا وفد بالسوريا، هذا الوفد مش جاي عن ود الخير، وهذا الوفد عطى عنوانه من خلال شبابنا اللي اليوم إسا وجهنا لهم رسالة إنه نحن شبابنا كلهم أولاد عائلات. المكتب التنفيذي بالسويدة هو مجموعة من الشباب كلها مرجعيتنا لعائلات، عائلات الشباب اللي إلها أصولها. نحن بعثنا لهم رسالة بناء على البيان اللي طلعوه، وهم بالإضافة إنه يعتبروا السلطة تنفيذية وليست تشريعية، ليكتبوا بيانات ويحطوا فيها محاور، عارف كيف؟ فنحن أخطر شيء بهذا البيان كان إنه بدهم يسلموا الأمر أو يفلتوا الشارع، عارف كيف؟ بإيد مين؟ بإيد شبابنا اللي يحطوهم قبال بعض. نحن اللي حصل إسا الحمد لله على اللطف، بس هذا منتظرينه، مش انه متفاجئين فيه، نحن منتظرينه الحمد لله على اللطف، واذا بده يجي علينا نحن كشعب او كلون ما بيجينا اذى الا من هذه الجهات بالذات، هذه اللي عاشت بالبلد فساد من سنوات طويله. فانا بقول لكم اهم شيء ضبط النفس، نحن على حق، ما طلبنا ما نتنازل عنه، الشارع النا خي يوم ويومين وشهر وشهرين وسنوات، نحن موقفين بدنا طلبتنا، شعارنا السلمي للبلد واللي قايمين على البلد من سلطه ولدول العالم كلها حتى للامم المتحده، نحن واقفين اعتصام سلمي لمنا كل الشعب السوري كل فرد منا يطمئن انه فعلا حقوقه مصانه في بلده.